السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله. اول حاجه نشكركم على اكثر من 11000 مشترك ومشتركه في قناه، شكرا لكم، شكرا لكم من القلب. مشروع اليوم او موضوع اليوم غادي نهضروا على مشروع اللي هو زوين. اشنو هو هذا المشروع وكيفاش نخدم وكيفاش نبدا المشروع ديالي وكيف وشنو هو راس المال باش انا نبدا المشروع. المشروع ما تحتاج راس المال بزاف، انما تحتاج يكون عندك موتور ولا بيكالا دراجة هوائية. هادشي ضروري، اي دار مغربية الا ما تلقى فيها موتور او بيكالا ضروري ضروري. داكشي علاش انا خاص استغلها في الترفيه. غادي نعطيكم مثال بسيط. تيقولوا ايلون ماسك اغنى رجل في العالم، تيقول لك لا تنقب على الذهب، بيع الجرافات. هادي هي الفكرة. كما شفتوا الناس كلشي الشباب تقريبا اتجه للتجاره الالكترونيه، كلشي قال لك بغا يدير التجاره الالكترونيه سيدي. داكشي علاش ليفرور تيكون غالي عندهم بزاف. ملي تبيع انت واحد البرودوي بحال هكا، بحال الكتاب تقريبا، تشد انت كتاب تتبيعو لشي واحد بحال هكا ب 40 درهم ولا 30 درهم ولا 50 درهم، ولكن سميتو ولكن الشاحن تيكون غالي. باش انه يوصل هذا الكتاب خاصه واحد 40 درهم تقريبا ولا 40 درهم باش انه يوصلو لك للمدينه اللي بغيتي بحال هكا، الا صيفطتي مع امانه ولا، تيكون غالي بزاف. اشنو تدي انت كما شتا تكون فيسبوك تيطلع لك اشارات بزاف 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 ديال الناس تيدو التجاره الالكترونيه، ولا تدخل الجروبات تاع الاي كوميرس اللي خدامين في التجاره الالكترونيه. تما تتقول لهم بحال الشكل ديالنا انا في مراكش، تقول لهم بان انا راه عندي بيكالا وحافظ المدينه كلها، راه ممكن نخدم معكم انا نوصل لكم السلعه وكل شيء. ولكن خاصك انت تكون ثقه باش ان بالنسبه للناس اللي تيخدموا بكاش اون ديليفري او الدفع عند الاستلام، يصيفط لك البرودوي ديالك بحال هكا. عندهم خمسه البرودويات بغا يفرقوهم في مراكش ولا، تيصيفطهم لك انت في الكارحه، تيطيحوا الخاص تيخلص عليهم 20 درهم. ماشي بحال ان بياسه وحده تتخلص على 40 درهم 45 درهم على حسب الحجم ديالها والطول ديالها والكيلوات اللي فيها. تيصيفطوا لك انت هذيك البياسه ب 20 درهم، تتلقى لها في الكارت تقريبا في المحطه، تتشد انت هذيك البياسه تيقول لك ها فلان فين كاين، ها نمر التليفون ديالو، تتشد انت نمر التليفون ديالو تتصل عندك فلان، السلام عليكم كيداير بخير اخويا الله يبارك فيك، واش كاين في الدار؟ تيقول لك اوتي كاين ولا ما كانش، الا كاين تيقول لك الوقيته معاش كاين انك تمشي عندو، ولا ما كاينش خليها حتى الغدا ولا. المهم تمشي انت عند السيد تدور ليه كاين اخويا، ملي تيقول لك كاين تهز البيكالا ديالك كما شفتو، تدير شاكوج ديال ممكن دير فيه شي علامه، ما بغيت حيت تقريبا واحد 100 درهم ولا 150 درهم، تدير الماركه ديالك تبدا بشوي بشويه، تدير سميتك ولا شي لوغو ديالك انت زوين، ممكن تقاد لوغو وتديرو في الشكاره وتتمشي تدخل عليك السيد تتشد من عنده تدي لي برودوي ديالو تيشوفو تلقاه هو هذاك تيعطيك هادشي الا خدام بكاش اون ديليفري، الا خدام بالدفع عند الاستلام. تتشد مثلا تعطيه السلعه، تتشد الفلوس اللي زكا مع السيد حيت تيكون مكتوبه في ديك التيكيته، تتشد الفلوس من عنده، تتهزك الثمن اللي درتي انت وداك السيد على البرودوي 10 درهم البياسه ولا 15 درهم لاي بياسه ليفريتيها، اي بياسه اي بياسه ديتيها لمولاها، تتشد لها هذيك 10 درهم و تيكون عاتيك هو الريب ديالو، تتحول ليه الفلوس في الكونت ديالو. اما بالنسبه للناس اللي تيخدموا اللي ما تيخدموش بكاش اون ديليفري او الدفع عند الاستلام، تتوصل ليه البرودوي ديالو وصافي. داكشي علاش خاصك انت تكون ثقه 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 بزاف انك تخدم مع الناس. خدم مع تقريبا شحال بغيتي صيفطي 5 البرودويات في النهار ولا 10 البرودويات، تشتي 10 درهم راه 100 درهم هذيك. هادشي حنا قلنا لك الا خدمتي مع واحد، اما انت تخدم مع بزاف مي تعرفوك بانك انت حافظ المدينه وانك توصل لهم البرودوي في وقت قياسي، زقاو مع السيد انا 24 ساعه 24 ساعه تدي لي برودوي ديالو تطور ليه، وتا الا ما لقيتيش الغد ليه ممكن تمشي عندو ثاني. داكشي علاش انت ما خص اول حاجه خص ان دير الانسان ديالو، دير لي البيسه ديالو باش انك تكون تخدم وتشرف في هذا المجال. غادي نقول لك بان التجاره الالكترونيه زوينه، غادي تبداها كما حنا كنا الحلم ديال اي واحد دوكا انه يدير التجاره الالكترونيه، وخا صعيبه شويه وتدبير راس المال بزاف. بزاف فينا ما تيلقاش راس المال باش انه يبدا في التجاره الالكترونيه. داكشي علاش انك تبدا هكا مزيان باش انك تجمع راس المال وانك تحفظ المدينه وانك تعرف الناس كي تيخدموا كي تيخدموا. اما الا عندك الموتور ممكن تتفرق في بحال هكا مراكش والنواحي ديالها، الا عندك البيكالا تتفرق في مراكش بوحدها. كما قلت لكم تدخل الجروبات فيهم هذاك لو كوميرس، الدراري تيكونوا بادين، يلا بادين ما عندهمش شي شركه مع خدامين ولا، تصيفط ليه تقول له اخويا انا راه خدام تنفرق السلعه وكذا، تصيفط ليه هذيك الشاكوج داكشي يكون بروفيسيونيل لوغو ديالك، تتصور لي بيكا تقول له انا خدام وتوصل الطلبيات وكذا. ديك الساعه من بعد ملي تتكون انت راه ملي تتيسر وتتكون عندك واحد المدخول ولا، تدير واحد الاشهار واحد الاشهار بسيط في فيسبوك بانك انت تتوصل الطلبات.
وديك الساعه الانسان تيكون داكشي ميسر بحال شكل ديال المدن الكبرى بحال شكل كازا مراكش اكادير الرباط تيبغيو ليفلو بزاف تيبغيو اللي وصلوا من السلعه وانه فوق قياس حيت تيكون الاستيعاب وداكشي شي واحد عنده بيكالا ولا تيمشي للدروبات توصل البرودوي طال الدار. اش بغيت نقول لكم بتقول لي شنو هو راس المال؟ راس المال ما كاينش قلت لكم كما قلت لكم راس المال منعدم خاصك بيكالا اللي غادي ضروري انك غتكون عندك في الدار كما كانت قد بيكالا كما كان الثقه انك تكون معقول واش اخر واش اخر هذا الشيء اللي عطى الله وداك الصا كما قلت لكم غادي نوريكم التصويره ديال الناس كي تيخدموا والتصويره ديال كيف السي كان تيقادو بزاف الناس ولاو تيخدموا بالدفع عند الاستلام ثلاث تبيع ثلاث تيشوف السيد البياسه حنا بزاف حنا فينا هاد القضيه في المغاربه خاصو الا بغى يشري شي حاجه خاصو يشوفها عادي يعطي فيها الفلوس ماشي تعطي الفلوس على انها توصلوا بزاف الناس ولاو خدامين داكشي انا خاص تكون اش نقول لك ما حاجتك وحاجة الناس حاجة الناس خاصة واحد الفكرة ديالو في بالك انه ديالي ديالي واللي ما دياليش ما دياليش داكشي اللي زكيت مع السيد انه 10 دراهم ولا 15 درهم في البرودوي كيما كان كان شي حاجة تهرس ولا حضي منا لا تهرس باش انك توصل للسيد الامانة ديالو زوينة باش انك تكون عندك واحد السمعة انت زوينة الا خدمتي مع واحد ولا جوج تيفرقوا بحال في مراكش 10 البياسات لواحد بعد تيصيفطوا لك جوج كليات في النهار في الكار هما تيخلصوا ال 20 درهم لواحد تتشدهم انت تشد لك الكليات تحطهم في الدار تبدا تفرق كل واحد بحال هكا كل حومه ولا كل منطقه عرفتيها شحال برودوي فيها تهز جوج مال الكليه وجوج مال الكليه وتتوصلهم ليه طل تتوصل تبدا تدور دوك الناس بعدا واش كاينين ولا لا تقول لهم واحد نص ساعه تقريبا ولا داك الوقت اللي بغيتي انت من تما لعندهم وتتوصلهم البرودوي ديالهم وهذا هو المشروع هذا هو المشروع تاع اليوم مشروع زوين بزاف حتى الا كنتي تقرا ولا كنتي خدام وعندك الوقت ولا راه هاد الفكره راه زوينه ممكن تي راه زوينه خدامين بها الناس بزاف 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 وديك الساعه ميتا تكون انت راه ميتا تيصل الامور وتتولي الفلوس وتتولي قضيه داخله تتولي تشوف دراري اخرين وتتشوف موتور تتكون قاعد انت في الدار تستقبل انت الكليات الى جاو تتشدهم من الكار وتحطهم تقول الدري انت هادي لفلان انت هادي لفلان انت هادي فلان وتقابل انت التليفون تقول له السلام عليكم فين كاين اخويا واش كاين في الدار واش كذا وتعطي العنوان تيمشي الدري تيدق عليهم في الدار ديال البرودوي ديالو للسيد وترجع ديك الساعه بشويه بشويه الانسان تيولي عنده شركه كبيره ولما لا يكون توصل الطلبيات للمغرب كله كما تعرفوا الشحن غالي بزاف امانه غالي غالي بزاف البرودوي صغير تبي تصيفطو شي واحد ولا تيقول لك 45 درهم ولا 40 درهم على حسب كما قلت لكم الكليه والحجم والطول والعرض والكيلوات داكشي كله تيعبره هما انت ما غادي تحسب هذاك الشيء انت كمبتدئ كما كانت الحاجه غادي تفرقها وصافي. المهم الخوتي عجبكم هذا الفيديو لا تنسى ديروا واحد الاشتراك واحد لايك وشي كومونتير زوين للتشجيع فقط الله يعاونكم.